السلام عليكم، معكم سعد من قناة كان سي سعد. مرحبا بكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو الجديد. لدي لكم هنا تطبيقات، أو لدي لكم تطبيق ولعبة جميلة جدا للذكاء، وأردت أن أشارك معكم في هذا الفيديو. لكن لا تنسوا قبل البدء، يعني من فضلكم، دعم القناة بقوة لكي أستمر على منصة اليوتيوب. المرجو الدعم، لأنه لا يوجد دعم بتاتا. أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر اشتراك ولايك لايك لايك، لأن لايك مهم جدا. ولا تنسوا مشاركة آرائكم أيضا، لأنها مهمة جدا ضمن التعليقات، وتفعيل زر الجرس. يلا نبدأ أعزائي الكرام. هنا لدي لكم هذا التطبيق الجديد، تطبيق سوف نحتاجه في الصيف كلنا. هذا التطبيق سيساعدك في اختبار ما إذا كانت أختام مقاومة الماء الـ IP67 والـ IP68 مقاومة الماء والغبار على هاتفك لا تزال سليمة باستخدام مقياس الضغط المدمج في الهاتف. هنا سوف أضغط هنا على هذه، كما تلاحظون لقد ضغطت على البصمة وأعطاني أنه الـ IP68 والـ IP67، أو فقط الـ IP68 فهي لا تزال مشتغلة، ويعني ما زال هاتفي يمكنه تحمل الماء والغبار. لاحظ أن الأختام يعني يمكن أن تتعرض للخطر بسبب القطرات وتقادم الجهاز. احرص على إبقاء هاتفك بعيدا عن جميع السوائل. ولدي لكم ملاحظة، إذا لم يكن بهاتفك مقياس ضغط جوي مدمج فلا يمكن دعمه. يلزم وجود مقياس ضغط مدمج في الهاتف للوظائف الأساسية لهذا التطبيق، ولا يمكن لأي تطبيق تثبيت الأجهزة المفقودة فعليا. يعني هذا التطبيق أعزائي الكرام فهو فقط يعطيك ما إذا كانت الـ IP68 والـ IP67 لا زالت تشتغل جيدا لمقاومة الماء والغبار على هاتفك الذكي. يعني من الأول على الهاتف أن يكون يدعم هذه الخاصية، يعني ضمن الأوبشنز الموجودة في الهاتف. ويعطيك هنا بعض المعلومات كما تشاهدون أمامكم. لدينا هنا بعض المعلومات، هاتفك الذكي والأو إس المشغل على الهاتف، وهنا الليفل لقد أعطاني هنا 30. يمكن لهاتفي تحمل يعني الماء والغبار 30%. يعني يمكنك أن تقوم بوضع الهاتف فقط لمدة قصيرة في الماء، أو إذا كان يعني لا قدر الله إذا كانت حادثة هكذا، يعني بحال شي إناء نتاع الماء ولا شي كأس، ولا هبط على الهاتف ديالك ديال الماء ولا نتاع القهوة ولا نتاع أي سائل، فما غاديش تخاف من أي مشكل. وإذا كان هناك مشكل، أو إذا كان سيكون شيء يشكل خطر على هاتفك الذكي، سوف يقول لك هذا التطبيق ما إذا كانت يعني هنا مقياس الضغط المدمج لا يشتغل جيدا. وننتقل أعزائي الكرام، كما قلت لكم لعبة، لدي لكم لعبة هنا The Actual Games. هذه اللعبة أعزائي الكرام فهي لعبة جميلة جدا، وأردت أن أشاركها معكم. لعبة جديدة، أضغط هنا. كما تلاحظون لقد شاهدتم مثل هذه اللعبة في بعض الإشهارات هذه الأيام، لكنها صراحة لعبة ذكاء جميلة جدا بمستويات رائعة. كما تلاحظون علي أن أتخلص من هذا الشرير، من ثم أقوم هنا بسكب الذهب وأذهب لكي أجني هذا الذهب. لعبة بسيطة لتمضية الوقت، أو يعني إذا كنت تشعر بالملل فهي لعبة صراحة بسيطة وجميلة. أضغط على Next Level الآن. زوم إن زوم أوت، كما تشاهدون يقول لك هنا زوم إن زوم أوت، كيف تعمل على الزوم إن والزوم أوت. هنا لدينا هذا المستوى، ربما مستوى صعب. هذا المستوى مستوى صعب، ما أظن.
لا أدري ما عليه فعله. نعم سهل وليس بالصعب. Next level. هنا مستويات بالألغاز صراحة صعبة. هنا مشكل. لقد تضررت شيئا ما، كان علي إقفال تلك المنطقة. أنا في ورطة حقيقية الآن. نعم أنا في ورطة، لقد خسرت هذا ستاج. هنا علي أن أعيد الكرة مرة أخرى. مستوى صعب صراحة. صراحة هذا المستوى صعب هنا. لا أدري كيف يمكنني أن أقوم هنا. لا 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 لا، سوف أعيد مرة أخرى. أقوم الآن بملء كل شيء هكذا. نعم الآن يعمل، الآن تعمل. نعم لقد فزت الآن، هذه هي اللعبة. نعم فزت الآن بكل سهولة. Next level. علي اختيار هنا. هنا أيضا لدينا بعض الأشياء. نعم هكذا 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 هكذا. نعم هذه هي. لقد فزت مرة أخرى. كما قلت لكم فهي لعبة لعبة يعني فهي تستخدم الذكاء من الدرجة الأولى كما قلت لكم. هنا خطأ كما شاهدتم، لقد قمت هنا بعمل خطأ كبير. علي أن أقوم بجلب هذه هكذا إلى الأفق وهكذا، ومن ثم لكي يتمكن هذا السائل من الذهاب إلى الشرير. كما شاهدتم أعزائي الكرام صراحة تطبيق عجيب ولعبة أيضا جديدة، وأردت أن أشاركهم معكم في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقوا دائما في متابعة باقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله. وأضرب إليكم موعد في فيديو قادم، ومع السلامة.